خلينا ناخد جزئيه جزئيه فيما يتعلق، عشان بس انا لفت انتباهي حضرتك بتقولي اسئله المشاهدين نعم التي تحتاج الى بحث. نعم يعني بعض الناس متخيله ان الشيخ او الداعيه اللي بيظهر بيجاوب على طول، وربما بعض الدعاه يعني حته ان السؤال يحتاج الى بحث ده دي مصداقيه عاليه جدا. نعم انا اعتقد كمان جمهور يعني الحبيب والغالي متعود على كده من زمان، لانه دي المنهج اللي انا ماشيه بيه من يوم ما ابتديت. انا اول ما ابتديت الى الان كله برامج هوا. لا هو السيره الذاتيه يعني انا ربنا لو قريتها هنخلص الفقره فيعني ربنا يخليك يا دكتور يوسف. والحقيقه هم اعتادوا معايا انه لما بيبقى فيه اسئله محتاجه نوع من البحث، ممكن كمان بتبقى الاسئله يعني المؤسسات بتفتي بفتوى معينه وربما لي نظر في بعض هذه الفتاوى، فلازم اراجع عشان ما يبقاش فيه صدام او يعني عمل نوع من الارباك للسائل، لانه طبعا الفتوى المؤسسيه بتبقى مدروسه من جهات كثيره، فيها اعتبارات النظر الى الناحيه القانونيه، الناحيه الطبيه، بحسب الفرع اللي بيتم السؤال عنه. وربما تكون فتاوى في العبادات فقط، فربما يكون هناك رأي آخر، فببقى عايزة أعرض من غير ما أعمل نوع من الإرباك، وفي نفس الوقت أقول بحثي في المسألة كذا. وخصوصا إن إحنا يعني عندنا في مصر الناس تحب تسأل أكتر من جهة، دي حقيقة، يعني هو ياخد الفتوى بقى ممكن كده فيتأكد دي أتأكد حقيقة في كل حاجة.